إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم مباشرون من مدينة الضربدة، والضبط حنا كنتواجدو في اتجاه طريق السيار الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة. أكيد أن حركة السير أصبحت غير عادية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1744. لكن تواجد الآن في شارع عبد الله بها أو الطريق الوطنية 1744، اسم ديالها السابق بعد ما تغير إلى شارع عبد الله بها، دائما في اتجاه طريق السيار. حركة السير غير عادية، ولات كنعرفها العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، يعني رغم أن الفترة الصيفية فجينا كنودعوها، لكن كثرة السيارات واحد الميساج لبعض الناس اللي كيعلقوا دابا الان وكيقولوا داكشي اللي كيقولوا داكشي اللي كيوهموا بهم راسهم. تشوف الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه ابى من ابى وكره من كره، السياده المغربيه فهي ثابته كامله على الصحراء المغربيه. فاخويا الا بغيتي تقول شاد الهضره هذه سير قولها في شي بلاصه اخرى، شيني لأن هذا منبر إعلامي مغربي خاص بالمغاربة الأحرار، ولا بغيتش تنصروا الأكاذيب ديالكم والخرافات ديالكم راه عندكم الإعلام ديالكم. اللي ما كينقلش الوقائع ديالكم والحقائق ديالكم وكيحاول يوهمكم بانكم عايشين بخير ولا خير. فندخل معك في واحد النقاش، فلا دخلنا مثلا غير ما كيوصلنا من الاعلام الجزائري، ففي رسائل ديال الكابرانات ديالكم تحدى اي اعلامي يعني يمشي يحضر التظاهرات والوقفات الاحتجاجيه اللي كيقوموا بها الشعب الجزائري الحر. البطش تاع الكابرانات، انا الان في واحد الموضوع ديالنا موضوع داخلي، فكما كتشوفوا طريق السيار الرابطه بين مدينه الدار البيضاء والجديده، وصاحب ديك الرسالة تمتع وشوف معنا بلادنا الحبيبة. دائما انتم معنا مشاهدي قناة شوف تيفي بث مباشر وحي هنا من طريق السيار الرابطة بين مدينتي الجديدة، عفوا مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الجديدة. فكما كتشوفوا حركة السير غير عادية، يعني كثرة التوقفات بالإضافة إلى الازدحام في مخارج الطرقات. كتشاهدوا معنا الآن في الصورة كما كتشاهدوا معنا
أفضل كثرة السيارات داخل المغرب في مختلف الشركات، بالنسبة للناس اللي كيورونا الأعلام الفلسطينية فاحنا دائما وراء القضية الفلسطينية، ودائما فلسطينيين خوتنا وحبابنا، وتتربطنا علاقات قوية بيننا وبين أشقاء ديالنا الفلسطينيين، وما تحاولوش أنكم تصطادوا في الماء العاكر، لأن الفلسطينيين كيعرفوا قيمة المغاربة وكيعرفوا الروابط اللي كتجمعهم ما بين المغرب ودولة فلسطين، ولكي يزيد ذلك هو ترأس جلالة الملك الحسن الثاني لرئاسة مجلس القدس. فكما كتشوفوا معنا طريق السيار الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة، فاحنا على مقربة من مدينة حد السوالم. هذا باش نشوف غير الاسم اللي كيهضر به الفتى المجهول، يعني الا ما عندكش هاويه اخويا لا ما تبقى تعلق ولا دير لي كومونتير، راه بما انك فتى مجهول بقى مجهول احسن لك، لان نقدروا نجاوبوا الناس اللي الاسماء ديالهم واضحه، البروفايلات ديالهم معروفه، لكن باش انني نجاوب شخص مجهول داخل بهويه ماشي ديالو، اخويا كما كنقولوا سير ليه وغوش. اما هنا راك في بلاد الاحرار، بلاد المجاهدين، بلاد المقاومين، بلاد الحضاره، اكثر من 12 قرن. دائما طريق السيارة الرابطة بين مدينة الدار البيضاء وجديدة اللي كتعرف حركة السير غير عادية بسبب كثرة السيارات بكل اتجاه مدينة الجديدة، حتى يعني الاتجاه الآخر فهو كيعرف حركة السير غير عادية. كنا كنعرفوا الآن الدور اللي ولات كتلعبوا طريق السيار يعني في مختلف المدن المملكة، فالحمد لله أفضل السيادة الرشيدة صاحب جلالة الملك محمد السادس ناصره الله، فالشعب المغربي يمكن لي أنه يتنقل بر جو كذلك عبر البحر، فهناك العديد من الرحلات الداخلية الجوية بالإضافة إلى طريق السيارة اللي تعرفها العديد من المدن المغربية. والمثال هنا طريق الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والجديدة.